بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه، مقدمتنا دائماً نبلش فيها، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهها قولي، 2007 العظماء الله يعطيكم الصحة والعافية، ربي يرضى عنكم ويرضيكم، يا جماعة الخير انطلقنا أنا وياكم في دورة التأسيس ليش تأسيس يا جماعة الخير عشان ندخل عمادة التوجيه أقوياء اتفقنا أنه لازم إحنا نتأسس صح عشان ندخل على المادة لأنه أنا أبو يابس وطلابه ما برضو وما برضو إلا في المتين من بالفيزياء ما برضو إلا بالقمة فأول شغلة سويناها يا جماعة الخير في التأسيس أول شغلة اتفقنا كيف نتعامل إحنا مع إيش اسمه أسس ليش الاسس؟ لانه ما في ماده ما في سؤال في الماده الا داخله عمليات حسابيه اسيه. فتعلمنا شو يعني اس، اتعلمنا شو يعني اساس، اتعلمنا كيف نكتب الارقام بالصوره العلميه ومش بس هيك. عرفنا ايش اسمه زغر كبر كبر صغر. حصة اليوم هي الحصة الثالثة يا جماعة الخير، منا نحكي فيها كيف نتعامل مع الاسس كيف نتعامل مع الاسس في حاله الضرب كيف نتعامل مع الاسس في حاله الجمع كيف نتعامل مع الاسس في حاله الطرح كيف نتعامل مع الاسس في حاله القسمه يلا جاهزين جاهزين نحكي بسم الله ونبلش انا وياكم يلا يا جماعه الخير اول قاعده من قواعد الاسس القاعده رقم واحد القاعده رقم واحد اللي هي الاسس في حاله الضرب شو يصير لها تجمع بشرط أن تكون نفس الأساس الأسس يا جماعة الخير في حالة الضرب نجمعها بشرط أنها تكون نفس الأساس نجمعها بشرط أنها تكون نفس إيش الأساس كيف يعني كيف يعني كيف يعني تعال نشوف كيف يعني نشوف كيف يعني، بيجي بحكي لنا في عندنا رقم خلينا نعمله احنا من هون يلا، 4 ضرب 10 قوة سالب 3 ضرب 2 ضرب 10 قوة سالب 4 تساوي، وخلينا نيجي نحكي كمان مثال 2 ضرب 10 قوة 3 ضرب 4 ضرب 10 قوة سالب 4 وخلينا نحكي هنا يا جماعة الخير مثال رقم 3 نحكي لنا 4 ضرب 10 قوة سالب 5 ضرب 6 ضرب 10 قوة سالب 6 ونحكي هون 4 يكون في عنا 3 ضرب 10 قوة 8 ضرب 4 ضرب 10 قوة 8 إيه ونيجي نحكي هون 5 2 ضرب 10 قوة سالب 2 ضرب 3 ضرب 10 قوة سالب 4 نغير اللون نغير اللون وناخذ اللون للحل خلينا ناخذ الازرق انا وياكم ونشوف يلا اول شغله بدي اسويها في الاسئله في حاله الضرب هي 4 هي 4 يا جماعه الخير هي 4 هي 4 وهاي 2 منين إيه نمسك من الاربعه ومنين نمسك الاثنين إيه منين نمسك الارقام العاديه واول خطوه بنضربهم ببعض اول خطوه بنضربهم ببعض بنقول له 4 ضرب 2 8 بنقول له 4 ضرب 2 بيساوي 8 بعدين الاساس هنا 10 الاساس هنا 10 اول خطوه لا تجمع الاسس لا تستعجل اخوي الله يرضى علي عليك روق شوي وهدي اول شيء بدك تسويه اول شيء بدك تسويه لازم تتاكد انه الاساس نفسه لازم نتاكد انه الاساس نفسه الاساس 10 عشرة، الاساس 10 عشرة. بننزل الاساس مره واحده بننزل الاساس مره واحده مش تروح تقول لي 10 ضرب 10 100 حط لي صفرين اياك مش تروح تقول لي 10 ضرب 10 100 نازل لي صفرين مش تروح تنزل العشرة وتقول نزل العشرة هان من نزل الأساس مرة واحدة بنتأكد إنه الأساس نفسه وبعد ما اتاكد انه الاساس نفسه بنزل الاساس مره واحده من نزل الاساس مره واحده هاي نزلنا الاساس مره واحده بعدين الاسس في حاله الضرب تجمع بدنا نجمعها سالب 4 وسالب سالب 3 وسالب 4 بعطينا سالب 7 بعطيني سالب 7 استاذ العصر هني مره واحدة خلاص اتبخرت ما دخل المهم ننزل الاساس مره واحده والاسس شو بنسوي فيها بنجمعها والاسس شو بنسوي فيها بنجمعها خلينا نشوف كمان واحده 2 ضرب 10 قوه موجب 3 ضرب 4 ضرب 10 قوه سالب 4 شو بدي اسوي اول خطوه بنمسك الارقام الاثنين والاربعه 4 ضرب 2 بيساوي لنا 8 4 ضرب 2 بدها تساوي لنا 8 بعدين من نزل الاساس مره واحده نتاكد انه الاساس نفسه عشرة عشرة وتذكر ان الاساس الرقم الموجود تحت اللي تحتنا نسميه اساس واللي فوق بدي اسميه اس او قوه واللي فوق بدنا نسميه اس او ايش قوه فباجي بطلع هون 2 ضرب 4 8 2 ضرب 4 8 الاساس 10 الاساس 10 بينزل مره واحده بينزل مره واحده هاي الاساس 10 الاسس في حاله الضرب تجمع الاسس في حاله الضرب تجمع موجب 3 وسالب 4 سالب 1 سالب مش تروح تحطها 10 و10 مرتين تقول لي 10 اياك اياك غلط مرفوض غلط مرفوض من نوصل للقمة من نكون مصحصحين من نكون مركزين يا جماعة الخير بدنا نبني حالنا من الصفر ونطلع لل200 بدي اللي أذكرك فيها في كل حصة في كل ثانية منا أنا وياك نوصل للمئتين للمئتين منا نركز على التفاصيل الصغيرة منا نضل نعيد المعلومة بدك تدرس مرة ومرتين وثلاث وتعيد الحصة مرة ومرتين وثلاث وتأخذ كل الأفكار ليش لأنك تستحق، لأنك بتستاهل تكون بالقمة ما بنرضى الا بالقمه، ما بنرضى الا بال200 من 200 واوائل المملكه باذن المولى عز وجل. يلا، خلينا نشوف الثالثة. نيجي نطلع على 4 ضرب 10 قوه سالب 5، ضرب 6 ضرب 10 قوه سالب 5، 6. نمسك الأربعة، نمسك الستة، نمسك الأربعة، نمسك الستة، نمسك الأرقام نضربهم بعض، 4 ضرب 6 بيعطيني 24. 4 ضرب 6 بيعطيني 24، بعدين. الاساس 10 الاساس 10 من نزل الاساس مره واحده من نزل الاساس مره واحده الاسس في حاله الضرب تجمع سالب 5 وسالب 6 سالب 11 سالب 5 وسالب 6 سالب 11 صعبه لا مش صعبه نيجي لرقم 4 3 ضرب 10 قوه 8 ضرب 4 ضرب 10 قوه 8 نمسك الارقام 4 ب 3 ب 12 4 ب 3 ب 12 بعدين بنقول له ضرب 10 بنزل الاساس مره واحده وبنجمع الاسس 8 و 8 و 16 الأخيرة بيجي بقول لي 2 ضرب 3 بنضربها ب 6 وبنزل الأساس مرة واحدة وبعطيني سالب 6 معناته الأسس في حالة الضرب تجمع بشرط أنها تكون نفس الأساس بننزل الأساس وبنضرب الأرقام يا جماعة الخير يا جماعة الخير طيب طيب خلينا نيجي أنا وياكم نشوف لنا القاعدة الثانية من قواعد الأسس نشوف القاعدة الثانية من قواعد الأسس إيش هي القاعدة الثانية من قواعد الأسس بتحكي لنا يا جماعه الخير القاعده الثانيه من قواعد الاسس ان الاسس في حاله القسمه ان الاسس في حاله القسمه برفع البسط الى المقام بنرفع المقام الى البسط بنرفع المقام الى البسط وبنقلب اشارته بمعنى اذا كانت اشاره المقام سالبه بدي اخليها موجبه واذا كانت اشاره المقام موجبه بدي اخليها سالبه نطلع بشرط طبعا الشرط ان تكون نفس الاساس الشرط ان تكون نفس الاساس ركز لي وانتبه القاعده الثانيه من قواعد الاسس الاسس يلا الاسس في حاله القسمه شو اقول لكم نقلب الى ضرب ونقلب نقلب مش نقلب ونقلب الاشاره بالطريق واحنا طالعين بنقرب معنا ايش الاشاره نقلب الاشاره بالطريق كيف يعني شوفوا لي هاي المساله 2 ضرب 10 قوه سالب 5 ضرب 6 ضرب 10 قوه ناقص 9 على 3 ضرب 10 قوه سالب 4 شوفوا هاي اتنين ضرب عشرة قوة تسعة ضرب ستة ضرب عشرة قوة سالب أربعة على اتنين ضرب عشرة قوة سالب تلات ، شوفوا هاي 3 ضرب عشرة قوة سالب اتنين ضرب ضرب عشرة قوة ناقص أربعة على تلاتة ضرب عشرة قوة موجب تلات لنا هاي اتنين ضرب عشرة قوة سالب اتنين ضرب 3 ضرب عشرة قوة موجب تسعة على 3 ضرب 10 قوة سالب 4 وشوفوا لنا هاي 2 ضرب 10 قوة 2 ضرب 2 ضرب 10 قوة 4 على 3 ضرب 10 قوة 2 خلينا نشوف هذول يا جماعة الخير خلينا نشوف هدول المسائل يا جماعة الخير يلا أول خطوة لا تفكر في عنا حالة قسمة في عنا قسمة وفي عنا ضرب في عنا قسمة وفي عنا ضرب اول شيء يا جماعه الخير شوف انا عارف انه انت معك اله حاسبه ولكن انتوا بتعرفوا مش انتوا بتعرفوش تستخدموها لا تخلي كل اعتمادك على الاله الحاسبه لا تخلي كل اعتمادك راح نتعلم على الاله الحاسبه شوي شوي ولكن الفكرة هون يا جماعة الخير إني أنا بعد المسائل الأسية أحلها بإيدي أتعامل معها أسرع لي وأسلم لي في بعض الأحيان لأنه زي ما حكيت لكم أحيانا أنت لما تستخدم الآلة الحاسبة بتغلط فالنصيحة نتعود الأسس بعدين نتعلم رياضيات بعدين بنشوف الآلة الحاسبة شوف وتركزوا لي إذا شفت في حالة القسمة لا تضرب دائما الأولوية للقسمة ليش؟ لأنه لما أقسم الرقم بصغر ولما أضرب الرقم بكبر فبنيجي هون بدور في اختصارات الارقام مع بعض فين نتن... في اختصارات اه الست بنختصر بتعطيني اثنين مع الثلاثة بتعطيني واحد اثنين باثنين هاي اربعة اثنين باثنين هاي اربعة حلو الكلام حلو الكلام الله يعطينا العافية بعدين نسأل حالنا كم الأساس يا جماعة الخير هان؟ 10 آه كم الأساس هان 10 كم الأساس هان 10 من نزل الأساس مرة واحدة من نزل الأساس مرة واحدة نزل الأساس مرة واحدة بعدين هذا العشرة 10 قوة سالب أربعة بقدر ارفعها لفوق فبتصير 10 قوة موجب أربعة فلما الأس في حالة القسمة تقلب إلى ضرب بقدر ارفعها لفوق اقلبها لضرب بس إذا كانت سالبة بخليها موجبة وإذا كانت موجبة بخليها سالبة وإذا لما ارفعها بقلب الإشارة في طريقي سالب موجب موجب سالب سالب موجب موجب سالب فبتصير هنا موجب أربعة فنزلنا الأساس يلا يا شباب سالب خمسة وسالب تسعة الأسس في حالة الضرب تجمع سالب خمسة وسالب تسعة بده يعطيني سالب 14 سالب 14 موجب 4 سالب 10 فهي رح تكون 10 قوه سالب 10 10 قوه سالب ايش 10 10 قوه سالب, سالب 10 شوف لي هاي التالي الأولوية إني أدور في اختصار ما أضرب 2 ب 6 12 أكبر الرقم، الأولوية إني يا جماعة الخير أفكر في الاختصار، 2 مع 2 باي باي بضل عندنا 6 وهي أحلى 6 بضل عندنا 6 وهي أحلى 6 من نزل الأساس مرة واحدة من نزل الأساس مرة واحدة بعدين نيجي بنقول له لما أرفع هاي لفوق بنقلب الإشارة لما أرفع الأس لفوق بنقلب الإشارة إذا كان سالب موجب وإذا كان موجب سالب فبده يصير عندي موجب تسعة وسالب أربعة موجب تسعة وسالب أربعة موجب خمسة موجب خمسة وموجب ثلاث موجب تسعة وسالب أربعة موجب خمسة موجب ثلاث رح يعطيني يا جماعة الخير موجب خمسة راح يعطينا موجب خمسة وموجب تلات موجب ثمانية حبيت اختبركم يا نشوف الثالثة الأولوية للاختصار تلات مع تلات بتروح بضل عنا اثنين هاي اثنين من نزل الأساس مرة واحدة نزل الأساس مرة واحدة بعدين بنقول له على سالب اتنين وسالب اثنين هاي سالب ستة سالب 2 لانه بنجمع لانه ضارب مضروبات ببعض بنجمع عادي ولما ارفع هاي لفوق بدل هي موجب 3 بتصير تصير سالب 3 بدل ما هي موجب 3 بتصير تصير سالب 3 سالب 3 وسالب ستة سالب تسعة. وهاي الاجابه هاي الاجابه في طريقة لو قدام رح اعلمكم اياها انه تختصروا البسط مع المقام بس مش هسه خلينا احنا ندرج شو حبة 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 لغاية ما نوصل للقمة، طلعوا هاي. التلات مع التلات باي باي بضل عندنا اثنين ضرب. السالب أربعة لما أرفع لفوق دا تصير موجب أربعة ومن نزل الأساس مرة واحدة ونزل للأساس مرة واحدة سالب اثنين وموجب أربعة سالب اثنين وموجب أربعة موجب اثنين وموجب تسعة موجب اثنين وموجب تسعة موجب إحدى 11 احد يلا الأخيرة بنفكر في الاختصار في اختصار فيش اختصار فيش اختصار في اثنين ما بتقبل مع ثلاث وهي ما بتزبطش بنضرب اثنين باثنين أربعة تقسيم ثلاث ضرب بالنزل الاساس مره واحده لما ارفع لفوق نرفع الاس لفوق بقلب اشارته لما ارفع الاس لفوق بقلب اشارته لما نرفع الاس لفوق نقلب اشارته موجب 2 وموجب 4 نجمعهم لانه صاروا ضرب موجب 6 مع سالب 2 بده يعطيني موجب 4 فبده يكون موجب 4 فيا جماعه الخير يا جماعة الخير اللي بدي نيجي نحكيه هون أنا وياكم اللي بدنا نيجي نحكيه هون أنا وياكم أن الأسس في حالة الضرب تجمع بشرط أن تكون نفس الأساس وفي حالة القسمة بنرفعها لفوق وبنقلب إشارتها إذا كان إشارتها سالبة بنخليها موجبة وإذا كانت موجبة بنخليها سالبة اتطلعوا هان من نيجي نحكي عن قواعد الأسس يلا بنحكي بسم الله الرحمن الرحيم ومنعلم الدوسية 2007 العظماء إيش بحكي لنا قواعد الأسس بحكي لنا قواعد الأسس يا شباب ويا صبايا الله يرضى عنكم ويرضيكم يلا في حالة الضرب تجمع الأسس بشرط أن تكون نفس الأساس في حالة الضرب تجمع الأسس بشرط أن تكون نفس الأساس بدك تشيك على الرقم اللي تحت لأنه إذا مش نفس الأساس ما بزبط يعني مثلا خمسة قوة ثلاثة ضرب أربعة قوة اثنين مش تيجي تقول لي والله بجمع هدول الأستاذ قالنا في حالة الأس تجمع غلط هذا الأساس خمسة هذا الأساس أربعة لا يجوز إنك يا جماعة الخير تجمع الأسس في حالة الأساس المختلفة لا يجوز أن تجمع الأسس في حالة الأساس المختلفة بتكون كارثة بتكون ألفت علم جديد تمام،, تمام 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 يا جماعة الخير يلا ومن من قل له أنا من قوله من له من قوله من قل له. يلا تعال نطلع عندنا هاي الأسئلة نشيك نثبت معلوماتنا نمشي حبة حبة لا نستعجل لا نستعجل الله يرضى عليك اخي لا تستعجل من عقل من مهلنا وهينا بنتسلى بالتأسيس وبنبني حالنا عشان نوصل للمئتين نتذكر دائما هدفك تذكر هدفك لا تنسى هدفك دائما لا تنسى هدفك دائما تذكر هدفك تذكر وصولك للقمة تذكر انك انت بتستاهل انت قدها تذكر هاي المعلومات دائما خليها ببالك خمسة ضرب أربعة بنمسك الأرقام نضربهم خمسة ضرب أربعة اللي مش حافظ جدول الضرب عادي يرجع يحفظه تفضحوناش قدام الأجانب 5 دولار 24 الاساس هنا 10 الاساس 10 بنزله مرة واحدة الاساس 10 الاساس 10 بنزله مرة واحدة بنقول له 3 سالب 2 بعطيني موجب واحد هاي 10 قوة موجب واحد وهي لو بدي اكتبها بالصورة العلمية بحرك الفاصلة زغر كبر صارت 10 قوة 2 جود زي ما تعلمنا يلا هاد 3 ضرب 4 نمسك الارقام اضربهم بعض 12 3 ضرب 4 12 الاساس 10 الاساس 10 نزلناه مرة واحدة نزلناه مرة واحدة خلينا بس شو نسوي نغير اللون يلا نزلناه مرة واحدة حلو الكلام حلو الكلام والأسس في حالة الضرب تجمع موجب 8 وسالب 4 موجب 8 وسالب 4 بعطيني موجب 4 قلت موجب سالب موجب 8 وسالب 4 بعطيني موجب سالب موجب 4 شو سوينا جمعنا 8 سالب 4 عطتني موجب 4 حلو الكلام حلو 4 ب 6 ب 24 الارقام بنضربها الارقام بنضربها بعدين الاساس 10 عشرة. الاساس 10 عشرة بننزله الاساس 10 عشرة. الاساس 10 عشرة بننزله موجب 5 وموجب 7 الاسس في حاله الضرب تجمع اجمعوا لي اياهم بعطينا 10 قوه 12 جود ممتاز ممتاز يلا 2 و 8 ب 2 ب 16 2 ب 8 ب 16 والاساس 10 والاساس 10 نزلناه مره واحده نزلناه مره واحده سالب 3 وسالب 3 اجمع الاسس سالب 3 وسالب 3 سالب 6 سالب 3 وسالب 3 سالب 6 جود جود يلا 3 بال 10 ضرب 2 بعطيني 3 ضرب 2 نضربها 6 والفاصله بعد منزله 3 ضرب 2 6 والفاصله بعد منزله 3 ضرب 2 6 والفاصله بعد منزله الاساس 10 الاساس 10 بينزل مره واحده الاساس 10 الاساس 10 بينزل مره واحده الاسس في حاله الضرب تجمع 2 ايه وسالب 4 اجمعوني اياهم بعطيني سالب 2 سالب 2 لو اكتبها بالصوره العلميه بحرك الفاصله هون كبر الرقم صغر الرقم اخذناها بالحصه الثانيه كبر صغر صغر كبر فبتصير 6 ضرب 10 قوه ناقص 3 تمام تمام باذن المولى عز وجل القاعده الثانيه اللي تعلمناها في حالة القسمة، نطرح الأسس بشرط أن تكون نفس الأساس، أن تكون نفس الأساس، يلا، خلينا نتعلم شو بنيجي هون؟ أول إشي دايماً بنفكر في الإختصار، أول خطوة نفكر بإختصار الأرقام، 9 مع 3، آه والله بيختصروا مع بعض، هاي بده يضل واحد، هان بده يضل قديش؟ 3 5 ضرب 3، 15، 5 ضرب 3، 15، الأساس 10، عشرة. الأساس 10، عشرة. الأساس 10، عشرة. 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 مننزله مرة واحدة، الأساس 10، عشرة. الأساس 10، عشرة. الأساس 10، عشرة. عشرة. مننزله مرة واحدة، بعدين بنقول له موجب 6 موجب 6 وسالب 3 موجب 6 وسالب 3 ولما ارفع هي لفوق يقلب شريطها تصير موجب 3 الموجب 3 مع السالب 6 اه هي اسف هي سالب 6 الموجب 6 مع السالب 6 بتروح فبيضل لنا 10 قوه موجب 3 تعالوا نشوف هي تعالوا نشوف هاي يا جماعه الخير يلا لما بدي اشوف هي شو بدنا نيجي نحكي له؟ بدنا نيجي نحكي له هي يا جماعه الخير بدنا نشوفها كالاتي بنفكر اول خطوه بالاختصار اي 3 فيها 1 اي 3 فيها ايش واحد تمام تمام اي 3 فيها قديش واحد وال27 فيها 9 اي 9 مع 9 باي باي اودعك الاساس 10 الاساس 10 الاساس 10 من بننزل مره واحده الاساس 10 من بننزله مره واحده لما ارفع الاس لفوق بنقلب اشارته لما نرفع الاس لفوق بنقلب اشارته موجب تسعة وسالب اثنين عندنا موجب سبعة وموجب تلاتة موجب عشرة لأنه في حالة الضرب تجمع يلا إيه هاي فيها 2 فيها 1 هاي فيها 4 4 ب 3 12 برافو عليكم والله الاساس 10 10 10 هاي 10 الاسس في حاله الضرب تجمع موجب 9 وموجب 4 موجب 13 ولما ارفع هاي لفوق تصير موجب 2 موجب 2 وموجب 13 موجب 15 موجب 15 تمام تمام الاخيره حلوها لحالكم يلا فيعوا حلوها لحالكم واللي بيحلها له جائزه فيا جماعه الخير يا جماعه الخير يا اعزاء يا فخمين يا رائعين الله يرضى عنكم ويرضيكم طالما احسن من كيف بدعي لكم وبإذن الله اعلى العلامات تأسيس سهل تأسيس خفيف ما في مسأله في الماده بتخلو من الاسس العشريه أن نتعلم الاساس العشري اخذنا قاعدتين اليوم الحصة الجاي رح نكمل في حالة الجمع والطرح ورح ناخذ شغلة جدا مهمة اللي هي اسمها الباديات بعد هيك ننتقل على تأسيس الفيزياء أسس حالك عيد الحصة مرة ومرتين وثلاث وعيد الحصص كل ضلك عيد ضلك عيد ضلك عيد حتى لو معلومة عرفتها عيدها مرة ومرتين وثلاث وأربعة وحل بإيدك وحل بإيدك عشان نوصل للقمة إلك مني كل الافكار، كل التاسيس، كل كبيره وصغيره تكون عندك. كل شيء يا جماعه الخير، كل شيء موجود بالفيزا لازم يكون بين ايديك. كل شيء، يعني مستحيل مستحيل بفضل الله عز وجل يجي امتحان في الوزاره مش مشروح في الماده ممنوع ممنوع ممنوع، او مش مخدين زيه، ممنوع، مرفوض رفضا تاما. بس انا اللي علي راح اعطيك اياه كله، بضل اللي عليك بس تدرس كل حصه بحصتها، ادرس كل حصه بحصتها وبوعدك الا 200 من 200 بالفيزياء. الموضوع سهل مش زي ما بتتخيل. وبنرجع بنحكي لك لا تنسى العباره دائما لازم نصير نختم فيها سلام وقبلة على جبين حلمي الذي يقف على قارعة الطريق ينتظرني عهدا مني يا عظيم سنلتقي اخوكم الاستاذ محمد ابو يابس الله يعطيكم الصحة والعافية والسلام.